سلطة الله يسر اللهم وفقه لخير وعين وعليه اللهم اصلح أموره وأمور المسلمين أجمعين عامة اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ونشكر السيد العامل صاحب الجلال على إقليم تزاعل المجهودة التي يقوم بها من أجل مساعدة السكان في المناطق النائية ونشكره على حضوره بنفسه لتوزيع هذه المعونة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا.